حسنات هي في الميزان. لو حصل لك مثل هذا الموقف، هل تقبل على صلاتك ولا تجيب أمك؟ هاي سعود. يصير في أمرين. تفضل. يصير إذا كنت تدري إن أمك يعني ما تحصب ولا شيء يصير. تصبر يصير ما تحصب. تكمل صلاتك. أما يصير إذا دريت إن أمك تحصب صار كذا يصير لا أقطع صلاتك ورد. أحسنت ممتاز. ليش؟ لأن الصلاة هذه نافلة. أو لا؟ وطاعة الواجبين وطاعة الوالدين. واجبة. فالمفروض انك انك تقطع صلاتك اذا كانت امك تغضب، تقطع صلاتك وتروح عند امك. اما اذا كنت تدري انها والله ما تغضب، ولمنك جيتها وتلطفت لها حبه راسها ويدينها وقلت لها والله كنت اصلي، تبي تفرح، صح ولا لا؟ احسنت. تفضل. انه انت تصلي تنبهنا ترى نصلي سبحان الله مثلا. مثلا مثلا او ما تقول سبحان الله وانما تقرا بصوت عالي حتى تستمعي. قاعد تقول تقرا بصوت عالي. احسنت ممتاز. ايضا من الفوائد في هذه القصه ان الله عز وجل لا يخذل العباده. الله عز وجل ما يخذل الانسان، الانسان الذي المستقيم الذي يعبد الله عز وجل ما يخذله الله عز وجل في وقت عسره. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. هل جريج نبي؟ لا. طيب كيف استطاع انه بهالجراه يضرب الغلام في خاصرته ويقول تكلم؟ هو ما هو بنبي، لكن عنده ثقة بالله عز وجل أن الله ما يضيعه. هذه الثقة من فين جت؟ هذه الثقة جت من التعرف على الله عز وجل في الرخاء. ولهذا في الأثر أن الإنسان إذا كان يدعو في الرخاء يدعو الله عز وجل دائما، ثم أصابته شدة فدعا الله عز وجل، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف، يعني هذا الصوت نعرفه من إنسان محتاج، فيشفعون له عند الله عز وجل. وأما الإنسان الذي لا يدعو الله عز وجل في الرخاء ثم أصابته شدة فدعا الله عز وجل، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت غير معروف، هذا صوت ما نعرفه من إنسان محتاج. هو واضح من الصوت أنه محتاج لكنه ترى ما نعرفه، أول مرة يدعي، فلا يشفعون له عند الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة أن الله عز وجل لا يضيع عباده. الأمر الفائدة الثالثة ونختم فيها حتى ما أطيل عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. أحسنت. فزع إلى الصلاة. شف جريج يوم صابته الفتنة وصابه هذا الأمر وصار في أمام الأمر الواقع وصارت يعني القضية قدامه مغلقة، ما قعد مع الناس قال يا جماعة الخير أنا ما زينت وأنا ما أدري إيش وأنا قاعد أصوم معتي وترى هي الغلطانة، لا لا، وش زين؟ صلى على طول، ارتبط بالله عز وجل راح صلى. دائما أول حلولك في مشاكلك هي الصلاة. أن تفزع إلى الصلاة، والمعنى أن تتعلق بالله عز وجل. أليس الله هو فارج الهموم؟ طيب راح عنده مباشرة وادع الله عز وجل يفرج همك، أليس كذلك؟ فلابد أن نستيقن هذا الأمر، أنك وأنت تدعو الله عز وجل أن تعرف أن الحل عند الله عز وجل، هو بيده كل شيء. هو صح يسخر الأسباب يأمر الأسباب، لكن الله عز وجل هو المسبب. حسنات هي في الميزان.